تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تعمل القوات الملكية الجوية على تكوين الطيارين المستقبليين لفائدة الخطوط الملكية الجوية، واليوم تنال الدفعة الأولى لهؤلاء الطيارين شرف تأدية القسم أمام صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. نحن جد سعداء لتخرج أول فوج للطلبة الربابنة اللي تم تكوينهم في المدرسة الملكية الجوية، وهذه مناسبة باش نجدوا الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي أعطى في 2020 التعليمات باش يتمكن الشباب المغربي من تكوين مجانا داخل المغرب كربابين الطائرات. هؤلاء الطيارون اجتازوا بنجاح مسار تكوين على مدى 42 شهرا تحت تأطير المدرسة الملكية الجوية، حيث تبع هؤلاء الطيارون تكوينا عسكريا ورياضيا بالموازاة مع تكوين علمي وتقني. بفضل تضافر جهود مختلف الأطر والضباط المدربين في المدرسة الملكية الجوية والكفاءة العالية ديالهم، إضافة للجودة ديال التدريب على المستوى النظري والتطبيقي، استطعنا ولله الحمد أن اجتياز الجميع اختبارات بنجاح. التلاميذ كيتمكنوا من دراسة 13 وحدة نظرية من بينها على سبيل المثال الأرصاد الجوية، الملاحة، القانون الجوي، اللغة الإنجليزية إلى آخره. كل ما يمكن أن أقوله حول هذا التكوين الذي أشرف عليه لصالح هؤلاء الطلبة هو أنه يستجيب بشكل مثالي لمتطلبات هيئات الطيران. خلال مدة التكوين يخضع هؤلاء المتدربون والمتدربات لحصص تطبيقية على أجهزة المحاكاة وطائرة التدريب تؤهلهم لقيادة طائرة خاصة أو تجارية. اليوم أنتمي للفوج الأول لطياري الخطوط الجوية، بحيث بعدما استكملت تكوينين التدريب النظري والتطبيقي بالمدرسة الجوية الملكية. الفخر والاعتزاز والتميز هي الكلمات المناسبة التي تعبر عن شعوري وأنا مرتضية هذا الزي. التكوين داخل المدرسة الملكية الجوية يخول لهؤلاء الطيارون مزاولة مهامهم بكل صدق وأمانة بالخطوط الملكية الجوية، وإن لزم الأمر تلبية نداء الوطن والدفاع عن حوزتهم بصفتهم ضباط احتياط.